فيه يا حافظ؟ بتتكلم كده ليه يا اخويا معاه؟ ما تبلع ريقك يا اخويا وتتكلم معاها عادل. ايه؟ وده من امتى؟ ملك محمود قالها قوي كده ليه؟ تكنيش فاكره نفسك المحاميه بتاعتها؟ اختي الصغيره واللي يجي جنبها كله بسنان. ده من امتى ان شاء الله؟ ما انتوا طول عمركم عاملين زي الديوب بتنقروا في دماغ بعض. وانت مالك انت؟ ننقر زي ما ننقر، احنا اخوات في بعض، محدش يدخل بناتنا لا انت ولا غيرك، كل واحد يلزم حدوده. اخت صفيه دي خط احمر، دي العمده تعمل ما بدلها. ايوه طبعا طبعا يا سهير يا اختي، هي جناب العمده وكل حاجه، واني برضو رعيت الموضوع ده، يعني لولا انني عارف انها بقت حضره العمده وانها بنت عمي عارف الله يرحمه ويحسن اليه كنت سكت. ما انت عارفاني كنت فرمته. بقول لك ايه، هو خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكوا. تعالى هنا، انت ازاي تلبس الاطفال المسيحيين حجاب في السن ده؟ ما تخلينيش ابلغ عنك مجلس الامومه والطفوله يا حافظ. بلغي يا اختي بلغي، هو يستاهل. أمين بيه، أنا قلت أجي لك، ما هو أصل كان جحا قال أنا بلد اللي فيها مراتي. ماشي، طلباتك يا سي جحا. الله يبارك فيك يا بيه. بعد ما يبارك، أنا عايز قرض. بضمان إيه؟ بضمان المحصول، بضمان المحصول يا بيه. محصول؟ محصول يا حاج عثمان؟ انت بتتكلم كأن عندك 5 ولا 10 فدادين، ده انت يا دوبك اللي عندك قرطين ثلاثة بالكتير. وبعدين سنان يا سيدي، المحصول ما ينفعش كضمان لأنه مش أصل، مش ثابت، يعني ممكن سنة يجي وسنة ما يجيش. لا يا بيه، تف من بقك، إن شاء الله هيجي هيجي إن شاء الله، دايما يجي بالخير إن شاء الله، بس برضه ده مش أصل، فهمني؟ لازم أصل، بيت، أرض. أرض إيه بس يا بيه؟ داري على باب الله، لو زرعة كسبت أو خسرت ده بيبقى حسب الأرض والمية والتقاوي، وقبل كل ده ربنا سبحانه وتعالى عارف يا بيه، لو زرعة في سنة خسرت أنا هخسر الإيراثين اللي حلتي. أنا عارف وفاهم وحاسس بيك يا حاج عثمان، بس هعمل إيه؟ أنا حيالله مدير فرع، ودي شروط البنك، وأنا أصل يا حاج عثمان الفلوس دي مش فلوس البنك، لا دي أموال عامة، يعني بتاعت الشعب كله، يبقى البنك لازم يحط شروط عشان يضمن إن الفلوس دي هترجع تاني. أيوة، أموال الشعب وحقوقهم، يعني من الآخر كده حقوقك أنت كمان. حقوقي؟ حقوقي إيه يا بيه؟ قول إن شاء الله. البنك ما فيهوش الكلام ده كله، ما يعرفوش البنك، ما يعرفش غير الفلوس او الاصول. يا بيه يا مؤاخذه، يعني هم الكبارات اللي بنسمع عنهم في التلفزيون بياخدوا ملايين ليه وبيهربوا؟ يا حاج عثمان، انت ناوي تاخد ملايين وتهرب انت كمان زيهم ولا ايه؟ يا بيه انا عايز ملايين مش ملايين. وبعدين ما تاخذنيش، أنا هقرب أروح فين يعني؟ يا أمين بيه، الفلاح مننا بيتولد وبيعيش على بعد خطوتين من المكان اللي هيدفن فيه. مش مكسوفة يا اختي من عملتك؟ يا كنت فاكراني مش هعرف بقى يا سهير،
تقومي تروحي تسرق الكوليه بتاعي؟ ايه يا كابر يا مرات اخويا؟ وبعدين قولي سلام عليكم، وسرقه ايه وهباب ايه اللي بتقوليه ده؟ لا اسكت انت يا حافظ، ده حوار حريمي مالكش فيه. لا لا لا، انا لا اقبل بنت عمي ما تتهانش واني واقف. كوليه؟ ومن امتى يا اختي عرفتي الكوليه؟ الكوليهات ما عرفتهاش البلد دي كلها غير لما احنا لبسناها. بقى يا سهاب اسايرك واقول لك اني موصيه باسيلي يعمل لي كوليه مخصوص، تقومي تلفي من ورا ظهري وتروحي تشتريه وتقولي له ان انا اللي بعتكي؟ حلوه منك يا سوسو. تسيريني؟ لو انت كنت بتسيريني انت كنت بكدين وقلت اردها عشان تبطلي تتقايم علينا. والله يا جماعه دي خناقه غريبه جدا، يعني كل الخناقه دي عشان خاطر الكلوخليه اللي بتقولوا عليه دي؟ مش قضيه. خلاص يا ستي روحي البسيلي قولي له يعمل لك واحد غيره. واحد غيره ده ايه؟ انا ملبسش زي اي حد، واللقمه اللي يتبص لي فيها ما بلعهاش. الهي تزور يا بعيده قادر يا كريم. بقول لك ايه يا كابر، احنا مش في خناقه في حاره. الله 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 الله، اتكتروا عليا يا فوارس. طب وديني انا قايله الحامد يأدبكوا. هي كابر كابر، ما تنسيش وانت بتقولي الحامد تبلغينا عايزاه ضروري. الشاي الشاي قبل كابر، ان شاء الله يدفعوه بالسم الهاري من الشرب. سم في قلبك؟ والله شفتي منظرها عامل ازاي؟ ايوه ماشية هتنفجر من جنب حطاقي من بس جنب. ايه رأيك في اللي عملته؟ انت سوسة طول عمرك سوسة والله. صدق الله العظيم. السلام عليكم. يا مسعود يا اخويا، كده ولا كده؟ الروح راجعه للجسد يوم القيامه، وابنك الله يرحمه باذن الله. الله يرحم يا راجل، يا راجل قول باذن الله. ومين بيرحم غير ربنا يعني؟ حتى لو هتقول ربنا ياخدك تقول ربنا ياخدك باذن الله. ما ربنا اللي بيرحم وبياخد، محتاج اذن يعني؟ يلا مضى اللي انت فيها دي يا مجبراتي، ربنا اداك على قد طولة لسانك. وانت بتشبك فيا يا حافظ؟ حافظ حافظ كده حاف، لا شيخ ولا حج ولا استاذ. انت لا محسسني ان انا كنا على تخته واحده. وبعدين اشمت فيك ليه؟ ده انت عشري حكايه وما فيها يعني انني بحاول اواسيك. يعني جثه ابنك رجعت ولا ما رجعتش؟ اهي راجعه يوم الايه؟ بس انا عايز ادفن، وانت وقتين انت والباشا اخوك انك ترجعهولي. وين ما رجعش وين ما اتدفنش يبقى ربنا سبحانه وتعالى رايد ان ابنك ما يشوفش عذاب القبر ويتحرم من نعيمه ليه يا حافظ؟ اه لمطتك دي، لمطتك دي هي اللي هتخلي ربنا ما يريحش قلبك ابدا.